شانتال عزي، صباح الخير. صباح الخير، كيفك اليوم؟ كثير ماشي الحال، كل شيء منيح الحمد لله. اول شيء قبل ما نبلش بال يعني التوبيك تبعنا لليوم، بدي اقول لك يعني شو هاللوك الحلو اللي كنت عاملتي لي لمديره قسم الاخبار مريم البسام بنهار المقابله مع رئيس دوله سعد الحريري، كان شيء عن جد اكثر من حلو. ميرسي زينه، وهي اصلا بالبقله كثير وكانت كثير طالعه حلوه كتير. وكثير حلوه قد ايه كان حلو هيك الشغل مع مريم، وقد ايه كان هين؟ كان عندك هيك صعوبات؟ كان من صراحه من اجمل القصص اللي عملتها اني قدرت اتعرف عليها وقدرت لبسها واشتغل معها، لانه مش على طول بتقدر تلبسي عالم من هيك مستوى. صح. او مره هالقد تكون عندهم مركز معين بدك تنتبهي هيك على اقل التفاصيل. فكان عن جد اطلاله كثير حلوه ومقابله كمان جدا شيقه. هلا شانتال بدنا ننتقل لموضوعنا لليوم يلي هو عن كان فيستيفال وكل الاطلالات يلي كانوا موجودين بهذا المهرجان الكبير. اول شيء هيك شو رايك العام عن هيدا النهار؟ كان في اشياء حلوه؟ كان في اشياء كثير حلوه، كان في اشياء كثير بايخه مثل العاده، بس ما فيك ما تقولي قديش كان في فساتين رائعة موجودة، قديش كان في مصممين لبنانية موجودين بطريقة مش طبيعية هالسنة. صح، يعني حلو ننبسط بس نشوف كثير كانوا ظاهرين. يعني بتشوفي انه كان في لوكات اوروبية كثير قليلة نسبة لقديش كان في لوكات لبنانية، وعن جد بتنبسط كثير قديش هن موجودين وظاهرين بالكوتور بكل شيء بكل الايفنتس بالعالم. بقى اليوم رح نشوف سوا اللوكيت ونحكي عنه. رح نبلش نشوف الصور وهيك بنصير نعلق عليه. بلشت لك باللوك اللي انت حبيتي يلي بالنص. صح، هيدا اللوك كان لفالنتينو، لوك الموف زينا، كان من احلى اللوكيت عندها، قررت نحكي عنه اليوم. هالسنه كثير دارج الفوليوم، وحكينا كذا مره قبل بمره وقتها كنت عم بحكي عن فاشن ويك هالسنه قديش دارج الفوليوم السنه بالفساتين زينه اكثر من ما دارج الشك. أوكي. يعني دارج انه يختاروا القماشات الناعمه التول البليسي او التفته او حلا قماشه بتوقف اكثر من انه تشكي على الفساتين ويركزوا يمكن على القصه اكثر. مزبوط. شانتال، وخاصه لانه يمكن عم نروح كثير للالوان، تحس انه الالوان ما كثير بتحمل شك عاده، بس تكون القماشه هي ديجا اللون تبعها قوي تفضلي انه تكون هيك لحالها. انا كثير حبيت اللوك بالنص لانه هالدمج بين اللونين يلي هن بعاد قراب هيك عن بعضهم. هلا انا كنت بفضل ما يكون في هيدي العقده على النص او انه تكون يمكن ثابته، يعني هيك لتعطي جمال اكثر، بس كثير حبيته. الاصفر كمان كثير حلو. الاصفر كان جيسيكا وان كانت لابسه لتوني ورد، توني ورد كان عامل عن جد لوكين رائعين لليوني ولجيسيكا، رح نرجع نشوفه بعدين، كان من اجمل الفساتين على الريد كاربت. اول فستان التول اللي لبسته ليوني، هذا كان اول فستان بتلبسه لنيكولا اند فيليسيا، كمان كان فستان كثير فيه فوليوم كله تول، هيك فيري رومانتيك، رومانسي كثير الفستان، حلو كثير، ناعم باستيل. من كمان الفساتين الحلوه اللي قطعت. رح نكفي شوي ونشوف اللوكيت الباقيه. في عنا الفستان الاصفر اللي فيه فوليوم، هيدا لمحمد قاشي، قاشي ستوديو. محمد قاشي من الديزاينرز العرب اللي كثير قوية كمان، ومن اكثر الديزاينرز اللي بيعرفوا يشتغلوا كوتير على فوليوم، يعني هو معروف بهالشغل، كثير بيشتغل فوليوم بقصاته. وكان من اجمل الفساتين كمان على الريد كاربت هو هيدا الفستان. صراحه انا بحب بس يكون ريد كاربت كان انه الشخص يقدر يلبس شيء هالقد كبير وفيه فوليوم وحلو ما يكون شك، يعني تقدري قد ما فيك تعظمي بالفستان بس ما تكون لابس شك. انا بتحسي انه الايفنت بيحمل حدا يفوت هيك يكون لابس شيء بيحمل تقوي ضخم وطويل. صح. بيحمل تقوي كثير، بس انا بالنسبه لي بلاقي انه بيحمل كثير تقوي بس ما تلبسي شك، تقوي بالقماش وبالقصه وبالكوتور اللي انت لابستيه. كان من اجمل الفساتين اللي قطعت. الفستان الاول اللي عم تشوفوه الكورسيه اللي بيصير ديجريدد اصفر كان كاستمايزد جوتشي، بعرف حبيتيه؟ ما كثير حسيت انه ثلاث الوان هيك ظابطين سوا، ما بعرف. هلا هو الديجرادي دارج كثير، بس الاصفر هيك الريش كثير جايف وجائي يعني، بس بتحسي انه في كل شيء دارج بهالفستان، يعني الكورسي والريش والديجرادي وخليط الالوان. اكيد الفستان الاصفر اللي عامله محمد قاشي كان اجمل من الفستان جوتشي بكل كل تواضع. يمكن لو ما كان في هيدا البارتي الكورسيه الاسود من فوق، يمكن لو كان كله ابيض
كان حيكون احلى انه هيك من تحت منتهي اصفر، بس انا اصلا مش كثير من محبين الاسود والاصفر مع بعض قد سوا يعني، وبعاد سو عاطي هيك انه في فرق، الاصفر الثاني اجمل. هول اللوكيت كلها كانت لرامي كادي. في شغله هالسنه رامي كادي كان كثير موجود بكان، ما في عدلك كم فستان كان عامل هالسنه على الريد كاربت، بس انا اخترت اجمل فساتين نزل هوليك. الفساتين اللي كانوا كان بعد في 4-5 اذا ماني غلطانه، انعم اذا بدي كان في تيول وهيك الوان باستيل ناعمين كثير، بس هول الفساتين اخذوا كثير ضجه، فحبيت فرجيكم اياهم. اول فستان باللون السيلفر كان بالفوتوشوت اللي عامله اخذ قيمته بعد اكثر من على الريد كاربت. الصوره اللي حسيت صوروها اياها على الريد كاربت ما بينت جماله قد ما هو كان حلو الفستان. يمكن لانه الحجار اذا ما عليهم هيك اضاءه مظبوطه ما بتبين، ببهت صح، ببهت اللون الفضي. بتلاحظي بتاني الصوره قديش بتشوفي حلو، قديه بتلاقي قصته رائعه وراكبه على جسمه. الفستان الذهبي كمان كان كثير حلو حتى بس باخر صوره، بس وصلت اخذت كثير درجه لانه كان عم يتحرك الفستان معها هي عم تمشي. كثير صرت حب، انا مش صرت حب يعني، هي كثير دارجه السنه وبحبها كثير. الاصل قصه الكورسيه اللي بتجي شوي واطي بتوصل للبرك الاول اذا بدك، دارجه كثير، مش انه يبلش الفستان من الخصر ونزول مثل ما كنا معودين قبل. هذا الشيء هيدا الشيء بده مدى معين لشانتال بالجسم، بده او بده جسم وبده طول اكيد طبيعي، لان بده يكون شخص عنده طول معين تا يلبق له هيك قصة. بالنهاية هي عارضة أزياء يعني بجسمها، يعني عندها جسم عارضة أزياء. أوكي. لوكيت رامي كادي كانت كتير حلوة، كتير حتى كانت حلوة. أنا حبيت هيدا تاني واحد السيلفر هيك يلي، وبتخيل آخر شيء نزلوا صوره صح من يومين، عمل ضجة كتير عمل كبيرة دوجة. لأنه القصة كتير حلوة، برقة الفستان كتير حلوة، والمودل كمان جسمها كتير حلو يعني يلي لبست له. حتى البرنتد لوك الثالث كان من أجمل الفساتين اللي قطعت، كانوا كتير ناجحين هول اللوكيت، ما فيك تعلق على ولا شيء منهم، وكتير كان موجود. عن جد نحن كتير فخورين أنه نشوف هالقد مصممين لبنانيين موجودين على كان وعلى الريد كاربت، ورغم كل هالاوضاع الصعبه اللي قطعت عليهم هيدا السنه شانتال. يعني ما فينا ننكر انه عن جد عم نبين يوم بعد يوم انه شو ما صار بلبنان، وقد ما كنا عم نقطع بفترات صعبه، عم بضلوا في مصممين لبنانيين عالميين عم يقدروا يعطوا الصوره الحلوه عن لبنان، لانه للاسف يعني في عنا عالم قسم من الحكام وكل هالمنظومه اللي عنا بتوطينا وبتوطي يمكن من اشغالنا ومن اعمالنا الحلوه، وعنا اسامي بالمقابل عم تقدر ترفع اسم مزبوط. لبنان بالعالي. هون كمان عم نشوف مصممين لبنانيين. اول لوك كان لإلي صعب، تاني لوك كان لنيكولا جبران، وتالت لوك كان لزياد نكت. فستان نيكولا جبران كان رائع اصلا، يعني نيكولا جبران انا بذكرني بجون غاليانو، بحسه جون غاليانو اللبناني صح. عنده طريقه تصميم كثير غريبه وكثير فريده فيه، ودائما بتعرفي انه هيدا تصميم نيكولا جبران صح، وبتحسي انه كل فستان بيعطيه قيمته، ما بتحسي كولكشن دريس، بتحسي كل قطعه بيعملها قطعه لحالها، يعني بتشبعي بس تطلعي فيها. من اقوى المصممين اللبنانيين بالنسبه لي هو نيكولا جبران. فستان زياد نكد حسيته كثير عربي لكان، يعني حسيت كثير فيه نقشات. لا الثالث الاسود هو لإلي صعب، ثالث فستان كان لزياد نكد، كثير كان فيه عجقه برنتس وشك بال، يعني مثل ما كنت عم بقول قبل انا شخصيا هذا رايي انا ما بعرف، انه الفستان يكون منعطي قيمه بالقصه وباللون وباللوك اكثر من ما يكون بالشك. بعرف انت شو رايك. انا كنت هلا انا اللون حلو، يعني اللون بتحسيه شوي هيك غريب هيك مهضوم، بس يمكن معك حق انه قصه الشك والطريقه هيدي المرسومه رسم هو رائع يعني. بس مش بهالمحل ايه. كثير حلو الفستان اذا كان بغير محل، كنت بشوف فنانه عم بتغني بهيك فستان او عم تحضر عرس او ايفنت بهيك فستان، بس مش بكان. يعني الريد كاربت بكان الى دقيقه كثير اي فستان بدك تحطي عليها بالستايلينج، كرمال هيك بتلاحظي مرات في فساتين كثير حلوه بس ما بتلبق للريد كاربت، خاصة بالباك جراوند الموجود اللي هالقد فخم بكان، بتحس لازم يكون في أكثر رواء بالقماش وشغل أكثر بالقصات. صحيح، هون يمكن شانتال بيكون كمان هي حسب الممثلة أو شو مختارة
والستايلينج كمان تلبس. ما بيبقى مرات خص الديزاينر، الستايلست هو اللي بيختار القطعه وبيلبسها للسليبرتي، وهذا شغله هو انه يعرف يختار اي فستان ينحط على الريد كاربت. اول لوك كان لالي صعب، كان هيك اوفر سايزد برينتد دريس مثل ما شفته، مثل العاده اللي صعب على طول لوكيته كثير كلاسي، مع انه ما كثير شفنا لوكيت لالي صعب مثل ما كنا معودين. اول سنه ما بنشوف كثير لوكيت لالي صعب، بتحسي في هيك يونغ ديزاينرز اكثر عم بتبين على الريد كاربت. كان في كثير وجود لتوني ورد، لرامي كادي، هذا الفستان كان لجان بول غوتيه، هذا فينتج دريس لجان بول غوتيه. بلا السنة ما بعرف شو بدي أحكي. لبست فستانين، لبست فستان لجان بول غوتيه ولبست فستان لسكابيرالي، وكانوا أنجح لوكيت قطعت هي لبستها، ومن أجمل لوكيت كانت بيكان، يعني طغيت على الكل. وها هي النعومة اللي عم بحكي عنها بالكوتور، ها هي النعومة والقيمة اللي كنت عم بقليك إنه بتلبق للريد كاربت، إنه شيء شوي كمان يكون مختلف، شوي يكون شيء غريب إذا بدنا نقول. قصة ناعمة بس في بتحس إنه شغل على اللوك تبعهم، مش كأنه رايحين على عرس أو رايحين على شيء عادي. في كلاسينس مفروض تكون على الريد كاربت، تلبق مع السجادة الحمراء، تلبق مع الفوتوغرافرز اللي لابسين بدلات وراكي، يعني بتحس إنه بتحب تشوف المرأة بأكتر طريقة كلاسي ممكنة، مش إنه قديش فيك تلبسي شك وقديش فيك تظهري. هون عم شوف اللوك الثاني اللي أنت بعتقد كتير من مؤيدين هذا اللوك. هذا اللوك كتير أخذ انتقادات، وأنا برأيي الشخص اللي ما بيفهم لا بالإنسبريشن الديزاينر ولا بالكوتور ولا بطريقة شغل هيدي القطع ما يحكي عن هالقطع، خاصة إنه شفت كتير انتقادات على الحلق اللي كانت لبستهم، إنه قالوا إنه ما بيلبقوا مع الفستان. إذا ركزوا مظبوط على الدرس، الشغل اللي كان معمول بالنكلس على كعبه كان شوي ديجريدد على احمر، والحلقه اللي كانت حاطتهم على دينايا كان فيهم روبي ريد. اكيد اللي كان عم ينتقد، وكان في كثير بيجز مهمه عم تنتقد هذا الموضوع، ما انتبه انه كان في هذا الرابال بينهم بالكاميرا. مظبوط، سكابيرالي مش بس بيكان اخذ ضجه بفاشن ويك مش طبيعيه، عم بيحكوا عنه بكل العالم، اهم اشخاص بالموضه عم تمدح فيه صراحه، لانه مش معقول شو عم يشتغل، شغل ما حدا شايفه قبل، كثير فيه قيمه، كثير ليفل عالي من الكوتور، ما انه موجود باعلى ميزونات هلا. اكيد هيدا كان نمبر 1 لوك بيكان على الريد كاربت، هيدا كان نمبر 1 ديزاينر للفاشن ويك ولهيدا السنه. بقى انا بالنسبه لي ما لازم حدا لا ينتقد ولا يحكي ولا يعطي رايه. كثير حلو فيك الديمقراطيه مع الراي الاخر، بتاخذيه يعني هيك بكل بعطي كثير، يعني بتاخذيه بكل حسن نيه، بليز ما حدا يعطي رايه. هذا اول اوكي شاطر، كثير حلو، مين بترجي بعد يوش؟ لا عن جد، لانه هذا شغل كوتير مستواه كثير عالي، ايه وبكون اخذ شغله كثير كبير. سو في اليوم عالم يمكن بيكونوا هلا ما في شك انه كل شخص اوقات شانتال يمكن بينتقد من ناحيه انه بلاقي شيء غريب او بلاقي انه فيه نوع من في شغله، في مواضيع بالفساتين وباللبس بتعطي رايك اذا بتلبسيها ولا لا، في اشياء بالكوتير مانا ويربل، مانا معموله لانت تلبسيها كل يوم وتلبسيها بالايفنت. ايه هون عم نعمل ستيتمنت لوك ليطلع فني، فيه شغل وفيه مستوى كثير عالي. كرمال هيك بقول انه لازم نفهم فيهم قبل ما نحكي وقبل ما نعطي راينا. هيدا اوكي يعني اوكي يعني زبطتها شوي بتمشي الحال. اوكي خلينا نشوف الصوره اللي بعدها. اخر لوك كمان اللوكات اللي كثير اخذت ضجه لتوني ورد، وهذا اللي كنت عم اقول لك عنه، كان ثاني فستان لبسته ليوني، الدراجون فلاي دريس. هذا الفستان كان بليستي وبيتغير لونه زينه، اذا لاحظتي فيه هيك مثل رينبو كولرز على ميتاليك اخضر وبينك، كثير حبوه الفوتوغرافرز، كثير صوروها، كثير اخذت ضجه هي وعم تتحرك. كمان كان من اجمل الفساتين، توني ورد لبس فستانين كثير حلوين، الفستان الاصفر اللي شفناه بالاول والفستان هيدا اللي لبسته ليوني. يعني عن جد المصممين اللبنانيين كان عاملين شغل رائع بيكان هالسنه. اوكي رح نكمل بعد بالصور، بعرف اذا بعد في خلصنا نقيت لك اجمل لوكات نحكي عنهم اليوم. يعني ليه للاجمل لوكات اللي انت حبيتيهم؟ يعني
ما بعرف هو كيف فيش ما تزعلوا يعني هي شخصاً ما قصدها شيء. نقيت قالت لي لا كثير منقية لوكات، قلت أنا كثير منقية أنا بالنسبة لإلي هول كثير كثار أول مرة بتحبي لوكات هلا الحمد لله بحياتي ما شفت ريد كاربت عن جد هالقد فيها لوكات وهالقد فيها شغل أكيد لا يلا حلو وإن شاء الله هيك أول شيء هول المهرجانات رجعونا شوي شانتال للحياة الحلوة اللي كنا عايشينها قبل لو نحن بس عشناها معهم بالصور يعني بس إنه حلو نرجع نشوف إنه عم نرجع لهالمهرجانات عم نرجع للجمال للموضة عم نقدر نشوف مصممين لبنانيين هالقد عم يعملوا شغل حلو يعني عم نشوف حالنا فيهم بس عم نشوف كل هالأكاونتات وكل هالمجلات الأجنبية عم تحكي اليوم عنهم رغم إنه مثل ما قلت لك لبنان اليوم عم ينحط على الخريطة الغلط يلي ما بتشبهنا على أمل إنه يقدروا يرجعونا هيك نقدر نحن اللبنانية نرجع نعلي اسمنا وين ما نكون موجودين. ميرسي كتير شانتال، أنا بشوفك الأسبوع الجاي على رد بحلقة جديدة.